أما جسوم يمشي بالحوش حلمان يكلم نفسه. خلنا سالفة جسوم الحين. إيه؟ أبي أسمع سالفة أبوه الذكي. الذكي بعد صار مجنون يوم شاف السيوف الخشب على صدره. على العمرك سمعت بحرامي ينباق ببيته؟ هذا الذكي. أحسن علشان يتأدب ويعرف شلون يتعامل مع عمامه. وأكيد حرقة قلبه توصل بنته اللي رافع خشمها علي. هلا بسألك عمي سموحة، يعني شمعنا بنت فري هذه من بنت باج البنات طولت معك مع أن أنت تقول نحيسة وطبعها عسر؟ لي حسبة ثانية معها. عندي لك واحدة طول بياض وشعار تقول فرس ويلقبون الفرس. ما بيها. شو اللي عاجبك لبنت فري هذه؟ شو اللي مصبرك عليها؟ غير خذ لك جديدة. أنت للحين ما عرفتني يا لثوة. أنا أخلي البنت تتعلق فيني وتصير خاتم بصبعي، وما تشوف بالدنيا هذه إلا أنا وبس، وهذه متعتي. وبعدين أقول لها يلا سلمي على أمك وأبوك. وليش عاد كل هاللوية هذه؟ عاد ليش؟ هذه مو شغلك. إلا يوسف صديقك وينه؟ ما أدري وينه، ما له عادة يبطي. يوسف لحيك نايم؟ السموحة يبا راحت علي نومة. أنت ما طلعت وياي وصلينا الفير ويا بعض المسجد؟ لا لا رحت يبا، بس رديت حطيت راسي على المخدة وغفت عيني يبا. يبا يلا قوم، طارت الطيور بلزاقها. ما علي يبا، أول مرة أسويها. يبا أنت خلصت شغلك؟ إيه الحمد لله خلصت، وما بقى بيت بالفريج إلا تريق من خبزي. وما شاء الله عليهم الناس الكثر، وكل واحد يبي دوره قبل الثاني. أنا قبل وأنا قبل، تقول عندي 20 إيد. الله يعطيك الصحة والعافية يا يبا. الله يعافيك يبا، الله يعافيك. يلا يبا يلا، زدتك زدتك، روح شغلك. سأل الله يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله يبا إن شاء الله. يلا. أمس وايد تأخرت بالبحر. أسوي يا يبا، أمس الصيد شحيح وتعبت على الفاضي. تبي الصدق؟ أنت كاسر خاطري من وعيت على هالدنيا وانت ليلك نهارك بالبحر. تزوي يبا، هذا رزقني ورزق رب العالمين الحمد لله. ما فكرت تشوف لك شغلة ثانية؟ فكرت، وهم سبت قاعد يحاول يشجعني على هالموضوع، بس ما أدري والله. إذا ليش ما درست؟ ليش ما رحت المدرسة؟ جابر جابر قاعد أحاكيك. إن شاء الله إن شاء الله يبا، أجيب لك ربيان. شربي انا قاعد اكلمك عن شيء ثاني. شفت شلون يخز اخو نوره؟ ادري اخو نوره، بس عيب الريال يبقق عينه على واحده من بنات الفريج. انزين يمكن ولا لا لا ما راح اقول. قولي. لا لا ما راح اقول. قولي اللي ما قاعد وياك بالفرصه، يمكن معجب فيك. استحاله وياك حمدش الحكي، احنا مو مال هالسوالف. عاد تبين الصج، الريال ما ينعب. هو حمده ايش فيك؟ الريال عود. يا حالاته يكون الريال كبير ناضج رزين. ترى انا ما احب السوالف. ولا انا. خلاص عيا ايش عندنا اول حصه؟ حساب. افا عليك يا عبد الله، ما طلبت شيء. موضوع منصور خله عندي. واخوي عمران. انا بروح وياك عقب صلاه العصر، نروح نطلب منه ايد بنته الكبيره حق ولدك ناصر. ولو ان انا اشوف الافضل تروح بروحك، انتوا بالتالي اخوان. كلامك علل، بس انت تدري بالمشاكل اللي بيني وبين اخوي. الله لا يجيب مشاكل، والله يصلح الحال، عسى ربي يوفق العيال. جزاك الله خير. وين عمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ها
ايش فيك ايش فيك اصمك ما تسمع؟ اقول لك وين عمك؟ يمكن بالمحل الثاني. زين وين السيوف اللي اعطاني اياهم؟ انا حاسس ان في غمنده مسوينها علي. انا ما ادري عن سالفه السيوف. اقول لك وينهم؟ اقول لك ما ادري عن سالفه السيوف، وحتى لو ادري انا ما اقدر اتصرف باي شيء الا بامر من عمي منصور. ما منك فود. أنا ودي أدش البحر. يا نخده وينك وين البحر؟ اقعد بدكانك أحسن لك. أنت كبرت الحين ما فيك شدة البحر. حبيبة لا كبرنا ولا شيء. أنا ودي أدش البحر أستانس شوي. أنا والربع نروح لنا الجزيرة ونقعد هناك نوسع صدرنا. واني يبا بروح وياكم. إن شاء الله يا ولدي إن شاء الله. تروح ويانا هناك الجزيرة وتقعد وتستانس وتسبح ليه ما تشبع. أقول نأخذه؟ خير. ليش ما نخلي نأخذه سلطان هو اللي وصلنا للجزيرة؟ لا. إلا ما قلت لك عن أخوك عبد الله. إيش فيه بعد؟ هم بعد ياك يتشكى بشيء؟ لا لا. يبي يناسبني. شنو؟ إيه نعم. يبي ياخذ بنت العنود حق ولده ناصر. ما عنده سنة. حتى لو بيني وبين اخوي عبد الله مشاكل. الاصول انا اللي اتقدم واخطب حق ولده. يعني افهم منك موافق. بالعكس وين يلقى احسن من بنتك؟ وناصر ولده فيه يستاهلها. بس الاصول يقول لي. عدل. طمني يا حج علي. ان شاء الله قلت له. يبا رحت لمحله ما لقيته. يوم سالت قالوا راح ويا منصور. شلون؟ راح مع منصور؟ ولي اقولك ملت. صاير ايش فيك؟ شلون بعد الصاير؟ واذا منصور قال حق عمران اني خطبت بنته حق ولدي شلون؟ والله ما ادري ايش اقول لك. زين ايش دراك؟ يمكن ما يقول له. يمكن يقول له. ارجوك قول له وريح بالنا. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. ما يصير خاطرك الا طيب. ان شاء الله. هد نفسك بس هد نفسك. جابر بارك لي. مبروك. على شنو؟ يب 9 من 10 بالحساب. زين. شنو زين؟ ممتاز. ممتاز ممتاز على قولتك. انت ما عاد يغلبك بالحساب. شفتها؟ هذه نجمة بنت وسمية الخياطة. يقولون ما حد يغلبها بصفها. وايد شاطرة خاصة بالعربي. اي شفتها. بنت وسمية الخياطة؟ اي. اسمها نجمة؟ اي. ما شاء الله عليها. جابر 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 ايش فيك؟ لا ولا شيء. عيب حمدة عيب. انت ما توزي من سوالفك. كل شيء عيب كل شيء حرام. يعني الصبيان عادي يسهرون يروحون السوق يلعبون يدشون البحر كل شيء عادي ما حد يحاسبهم. اما احنا لا غلط حرام. انت بنت والبنيه غير. يعني حلال عليهم وحرام علينا؟ لا أنا ما أسمح لك. إحنا بنات والبنت لازم تحافظ على نفسها. حمدة وصلت البيت دشي واقفة قدام الباب وصوتك واصل نهاية الفريج عيب. شفتي؟ مش معاها حد. دشي. خالتي سلطان شلونك؟ الحمد لله. أنت شلونك؟ شلون أمك؟ الحمد لله طيبة طال حالك. سلمي عليها. الله يسلمك. مع السلامة. لا تفهمني غلط، أنا مو من طبعي الفتنة، بس مثل ما هي بنتك تراي حسبة بنتي، وأنا ما أرضى لها العيبة. ما عليه، حسابها وياي بعدين. سلطان، روح داخل. حياك الديوانية. مشكور وما قصرت، بس مثل ما قلت لك، أخوك قال لي إنه بيمرك عقب صلاة المغرب بديوانك. شو أقول له؟ شرد عليه؟ شو ترد عليه؟ الديوانيه مفتوحه للكل. حق القاس والداني. هالدور بعديات على اخوي؟ حياها الله. يمه الطواش علي قال حق ابوي عن حمده وعن لغوتها برا البيت. حسبي الله عليك يا طواش علي، ما هقيتك فتان. تحط حالك حال بنيه صغيره جايه من المدرسه؟ ما تخاف الله؟ حمده يا حمده ابوي وصل.
أنا أقول لكم حل المشكلة هذه. جليت الحياة حمدو ما بيها تروح المدرسة خير شر. بس يا أبو سلطان. بس ولا كلمة. أنا كلمتي بثنيها. راحت حمدو المدرسة أو طلعت من البيت من غير شوري حشيت ريولها عش بخليها قاعدة بالبيت طول عمرها. فاهمين؟ داش البيت وما صب حتى ريم قفلي الباب بسرعه من صدقك اخاف يهن ابوي ادري من كذي قاعد تقفلي الباب حق مصلحتنا بس الخاف يا حصه انه يهيج علينا وانت تعرفين ابوي زين سمعوا شاري انا اخذكم الكبيره قفلي الباب انت ما تقولي لي ايش مسويه والله ما سويت شيء بس كنت قاعده اسولف مع نجمه قدام الباب وين المشكله انت ما شفتي ابوي اول ما دش البيت شلون يناديك ومعصب وصارخ من قمه راسه الله يستر شنو بيسوي فينا الحين يكون امي هي اللي قالت له لاني ما حد شافني غيرها هي نادتني يوم كنت قاعدة أسولف مع نجمة يعني أمي اللي فتنت عليك؟ ما أدري قلت لك لأن ما حد شافني غيرها لا شنو أنتم ما تعرفون أمي عدل؟ أمي حتى لو تدري إن إحنا غلطانين بتدافع عنا وبتركب نفسها الغلط وأنت تقولين تفتن عليك لا أبوي أبوي رحنا فيها لا حبيبتي أنت اللي رحتي فيها إحنا ما لنا شغل حصة قولي لنا شنو نسوي؟ أنا أقول نبطل الباب يطق واحدة فينا ولا يطقنا كلنا لا تبطلين يما بسم الله أنا خايفة وأنا بعد خايفة أنا طبيت بإيدي أبوي راح يذبحني أنا ببطل الباب واللي فيها فيه لا تبطلين حرام حمدة شنو سوت عشان يطقها وتعرفين أبوي عدل لا يعصب عادي يذبحها ولا يهمه حرام أنا شنو سويت عشان يطقني شنو سويت شنو غلطتي أنا مالي شغل فيكم أنا خايفة يسوي فيني شيء ريم حمدة تبي هدي بس اذا بطلنا الباب الحين راح نقول الله يرحم حمد والله يرحمنا كلنا لان عصينا امه ما عليه لا تخافون اذا ناخذ قوي في اللي اقوى منه قولوا يا رب قولوا يا رب لا تبكون البكي ما ينفع بطل الباب يا رب يا كريم ارحمنا قولوا يا رب سمعوها اياه خلوه يستحي من ربه يا رب يا رحيم يا رب يا رب يا رب يا رحيم يا رب يا رب يا رب ارحمنا لك الحمد يا رب لك الحمد يا رب مشكور يا سلطان يبا ترى اللي سويته ما كان صح تبي تعلمني بعد؟ اي لازم تسمع كلام من أخذ سلطان أقول لك عاد هو قال لي بعظمة لسانه قال لي مجلسي مبطل حق الغريب إيش حال إذا أنت أخوه صدق هو قال لك كذي إيه نعم قال لي علشان كذي عقب صلاة المغرب حنا بنروح له وبنطلب منه إيد بنت حصة حق ولدك ناصر سمعتي به خوش بشارة أصلاً هو وين بيحصل أحسن من ناصر عسى الله يسلمك عسى الله يسلمك يا حجي علي لا وتسامح من أبوك على فعلتك بعد أكيد يبا سامحني لا تلومني مسموح يبا بس مرة ثانية لا تعيدها ترى مو بس أنا اللي عورني قلبي عليك أمك المسكينة تقطع قلبها عليك إن شاء الله يبا
بتسامح منها. مبروك مبروك معرسنا. الله يبارك فيك. يبا مثل ملكة كان زين لو الليلة. ويش في الريال هذا مستعيل؟ لا تستعيل يبا، أمر الله بهون. يعني متى يبا؟ والله وأشوف أخوي هذا راس يابس، نخليه ليلة الجمعة. ليلة الجمعة ليلة مباركة، وعسى الله يبارك لك فيهم وبذريتهم. ويبارك فيك. يلا يبا يلا. يما إلا ناصر، ناصر مستحيل. والله ابوك عطى ابو ناصر كلمة وما راح يرجع فيها. ناصر ناصر عاد. وش في ناصر؟ يما أنا بكمل دراستي بعدين بفكر بموضوع الزواج. والله خذي نصيبك وبعدين لاحقي خير على الدراسة. إلا ناصر. وش في ناصر؟ بالعكس الولد من زينة الشباب والكل يتمنى. يما يعني أنت ما تدرين عن ناصر؟ شنو أدري وما أدري؟ ابوك وافق خلاص. بس ما سألتوني. والله ابوك أدرى بمصلحتك. إلا بناصر. ردينا. يما ناصر يبي حصه بنت عمه والكل يسولف عنهم، هي تحبه وهو يحبها من زمان. ايش هالحكي هذا؟ تحبه ويحبها؟ هالحكي هذا ما يدور عندنا، عيب عيب، هذا بس عند الانجليز. حرام عليكم، مو هو اللي بالبال. عيل من اللي بالبال؟ ما في احد. وين رايحه؟ جهنم. استحي على وجهك، عيب الحكي. قلت لك وين بتروحين؟ بروح عند مريم بنت رجب. ولا ممنوع بعد من الحين بتحكروني بالبيت؟ استغفر الله يا ربي. ما دريت يا ابو عيسى على السيوف؟ لا لا على السيوف، السيوف اعطيتك اياهم وضيعتهم، ما حافظت عليهم. الله ينتقم اللي باقهم. لكن وين بيروح؟ انا علمك فيه صايده صايده. بلس 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 انا هذه. عيال ما سمعت الخبر؟ أي خبر بعد؟ ملكت بنت العنود على ناصر ولد عبد الله. ليت لمع أخو نأخذ عمران؟ إيه نعم. إيه يلا. ولو إني بغيتها حق وليدي الأسول هذا عواش، لكن ما أكون نصيب. أنا على بوزي. ها؟ أقول والنعم فيك بولدك عيسى. إيه؟ بس أنت ما قلت لي. إيه إيه إيه. وين رايح؟ سامحني عمي، تعبان شوي. ايش في صبيك هذا؟ ما ادري، هو ما في شيء. ما حد قال لي بس دريت. وبعدين؟ قول مبارك مقدما. مشكورة يا ميثة، ما قصرتي. أشوف. أقول لك الحين منو المعرس؟ أنا ولا ولدك؟ ليكون عندك نية. عفا عليك، أحد عنده الذهب ويفكر في الحديد؟ إيه. ولدك وينه؟ ترى تأخرنا. ناصر نصور يمه يلا زدتك تأخرتوا. يلا ياي ياي. أنا من متى أسمع ياي ياي ولا شفته؟ أخاف أتأخر على بيت أخوي يأذن علينا العشاء. ها شو رايكم؟ ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر. الله يحفظك بتبارك والانفال. ايش هالزين، الله يوفقك يا يمه. يببي يببي. حسافه حسافة على الريايل المشوربة وترد بكلامها. ما علي يا ابو راشد، ما علي. اي ما علي، هذا حكي عاد. انا ما بقى احد بالفريج ما قلت له.
وياي تقول لي قسمه نصيب. دام انه يبي بنت عمه، ليش جاي خطب بنتي؟ والله ما ادري ايش اقول لك صراحه. لا غلط. وماني ناسيها له. بس تدري شلون؟ زين اني عرفت عبد الله على حقيقته. ما عليه منصور، لا تضايق نفسك. شلون ما تضايق؟ انا ما قصرت وياه. يعني حتى الملكة حددها، وانا من طيبتي حتى المهر ما تكلمت وياه. وهذه اخرتها. لكن يصير خير يا عبد الله. عرف دواك. لا حول ولا قوه الا بالله. اشوفكم لابسين بشوتكم وبالدقرتين وحالتكم حاله. لا يكون تبوني اي معاكم عشان تخطبون العنود بنت منصور. لا لا يا اخوي، السالفه مو كذي. ادري انك سويتها من غير ما تقول لي. عمي احنا جايين. بس اسكت، خلي ابوك يتكلم. تعلم السنع. اخوي ابو سلطان، احنا جايين بشغله ان شاء الله بتفرحك وبتفرح ابونا رحمه الله عليه. الله يرحمه، ما فهمت. سلمك الله ويطول عمرك. احنا جايين نطلب ايد بنيتك حصه حق ولدي ناصر. ها، لا يكون شايفيني انا فضله. لا يا اخوي، من يقول؟ ها عيل ولا بنتي طايح حظها؟ بالعكس يا اخوي، لك الحشيمه والكرامه. قم 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 قم، اطلع برا انت وولدك. عمي اسمعني بس. شوفوا لك هنا، يلا قوموا طلعوا طلعوا برا. قوموا برا برا. اسمعي عبد الوهاب، الله صدقين ودي اسافر مصر واحضر حفله عبد الوهاب واشوفه وهو يغني. اي بس عدها تودينا وياك. قصدك اوديك وياي؟ لا تودينا انا وابوي واخواني. علشان يبقون الطياره. ما حاجيك. تعالي تعالي. ما ردش متين وتوجدي لي. أنا اللي بقول لك روحي بيتكم وسلمي على أبوك. حالك حال اللي قبلك، بس كل شي بوقته. ميثة هي السبب. كل شيء توقعته منك الا انك تستغنين عني بوقت الشده. انا ما استغنيت عنك. نسيتي؟ تبيني اذكرك؟ احنا ما لنا شغل فيها، خلي يطق واحده فينا ولا يطقنا كلنا. بينتي على حقيقتك. كنت خايفه من ابوي. كنا كلنا خايفين من ابوي، بس ما نبيع بعضنا. انا ما بعتك. عيل ايش معنات كلامك؟ انتي انانيه وما تفكرين الا بنفسك. شوفي حصه شلون كانت خايفه علينا كلنا. تحملي تجيبي لي سالفة حصة، ترى موضوع انتهى وخلاص. وهذول ما يستحون على وجيههم، يروحون حق منصور يخطبوا بنته ويوني أنا بعدين ويخطبون بنتي. حسافة والله حسافة. على شنو؟ على أني أنا ما توليتهم بالعصا. ولا هذا منصور يجيني بالديوانية ومصدق نفسه، لابس بشت ومتربع، وياه أبوه اللي ما له كلمة، وياهم وياهم عليهم عليهم. ودامهم بيخطبون العنود بنت منصور، ليش جايينا؟ اكيد السالفه وراها ميثو بنت حسوره على الغاز. ولا عبد الله ما يسويها. المشكله ان منصور وافق على ناصر واتفق وياهم على الملكه. زين؟ شنو زين؟ اكيد المساله يا قادر. نبي انام. زين قعدنا. أقول لك شيء ما يدش المخ. قصر صوتك. يوسف داخل وتوه نايم. للحين ما يدري إني أنا أخوك؟ لا
ما يدري انك عمه. زين زين سويت انك ما قلت له؟ ولا احد بالفريق يدري ان ابونا واحد. يا حسن زين ايش فيك؟ ميثو سوتها. ردينا على ميثو ما نسيتها. يا ريت اقدر انساها. صدق هاليومين احس اني انا اللي بروح املك عليها، مو هم اللي جايين يملكون على العنود بنتي. نصيب. ليه متى على هالحال؟ ايش في حالي؟ ليه متى عايش بهالخرابه؟ الحمد لله، عاجبني بيتي ومرتاح فيه. تدري شلون؟ بعطيك بيت من بيوتي. مشكور. لا تخاف، ما انا ما اخذ منك شيء، بسجله باسمك. هم مشكور. زين على الاقل خلني اصلح لك هالخرابه. برد اقول لك مشكور وما قصرت. مرتاح بحالي كذي. كلامك. ليش ما تبي تاخذ مني شيء؟ مو محتاج. عوي على ابوك. لا تغلط. هذا ابوي مثل ما هو ابوك. ادري. وش دعوه عاد سوى خير بحياته؟ ترحم عليه احسن. اترحم عليك وانت حي احسن مما ترحم عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. كل هذا لان اناني وما فكر الا بنفسه. وحرمني من اغلى الناس. هلال. هلا خالتي. واللي يسلمك؟ ابي اطلب منك طلب ولا تردني؟ انا عمري ما رديت لك طلب. يا نظر عيني، أنا ودي أروح أشوف عيال أخوي. إيه بس أنتي تدرين إن أخوك عبيد سافر البصرة ورايح يشتغل هناك وما سمعنا عنه أي أخبار. أنا أدري يمه، أنا قصدي أخوي حمد وعياله. هلال تعال بيك. إن شاء الله. هاي يمه إيش قلت؟ هلال إيش قلت؟ إن شاء الله. باكر الصبح بوديك وما يصير خاطرك الا طيب. عسى عيني ما تبكيك يمه. مشكور وما قصرت. تامرين امر. السلام عليكم. انت ما تجوز من سوالفك؟ سلمت. رديت. ما رديت. بعدين وياك. مش فيها لا وقفت معاها وطيبت خاطرها بكم كلمة. أوه رجعنا؟ يما أنا ما سمعت عنكم من أهل الفريج إلا كل خير أنتي وخالتي سبيكة. كنتوا على قلب واحد وأكثر من خوات أنتي معاها. وكانوا يمدحونكم من كثر الحب اللي بينكم. كنتوا رايحين ورادين ماكلين وشاربين وطول وقتكم مع بعض. أنا بعرف شغلة. شو اللي فرق بينكم؟ روح أسألها. ليش جاي تسألني أنا؟ بعدين هذه واحدة ما تستاهل الواحد يصير زين معاها. أنا بروحي متحسفة إني كنت أقعد وأسولف معاها. ما علينا، إيش تبي فيك؟ عندها شغل وتبيني أوديها. إي هذا هي. متى؟ باكر العصر. بس أنا عندي شغل باكر العصر وأبيك تروح معاي. إن شاء الله. ما يصير خاطرك إلا طيب. إي عبالي بعد. والحل ناصر، شنو الحل؟ قلت لك ابوش طردني من البيت واهلي. ادري، قلت لي هالسالفه الحين ولا خمس مرات. بس تبي الصج؟ الغلطه الاوليه منكم، ليش رايحين خاطبين بنت منصور؟ انا قلت لك اكثر من مره. اللي صار كان من وراي. امي وابوي تصرفوا من وراي. انزين والحين شنو الحل؟ ما نبي نقعد بس نعيد بالكلام. عندي حل بس تقتنعين فيه. شنو قول؟ ننحاش من الدير. لا طبعا. حصة تقدرين تقنعين ابوك يوافق ان طلبتك مرة ثانية؟ الحين بهالوقت لا. لا انا ما عندي حل. ما عندي حل غير ان ننحاش من الدير. قلت لك لا ناصر. ما
مو مصدق اللي قاعد اشوفه. كل ليله تطلع لي نجمه البحر تكلمني بوي نجمه بنت الخياطه. شو السالفه؟ شو اللي رابط بينهم؟ وشلون كنت اشوف وي نجمه وهي بعدها ما انولدت؟ شيء يحير الصراحه. المشكله ما حد راضي يصدقني. يما حاسه ان حمده ما هي رايحه وياي المدرسه على سالفتها وياي امس. ويش دعوه؟ السالفه عاديه. هي ما انت ما شفت الطواش علي شلون يراقبها وكنا يتسمع على حكيها. هو طواش علي سوي كذي؟ لا حبيبتي، الطواش علي طول عمرنا نعتبره من كباريه الفريج وطول عمره يساعد الكل. ما ظنيت يحب دوب ادوبكم. هي ما بس انا قلبي قارصني. عندك هالسوالف، بس انتي نصحي حمده انها ما تفكر بهالسوالف وهالحكي الفاضي لا يودي ولا يجيب. انا نصحتها بس شنو؟ تعاند؟ اذا تعاند تركيها. اي ما بالعكس، هي ما تعاند حمده، وايد انسانه زينه وطيبه، بس يعني دائما تاخذ كل شيء بغشمره. تدرين شلون؟ انا اقول قومي تاخرتي على المدرسه وبطلع عنك هالسوالف. وحمدة مري عليها خذيها على طريقك. حسنا حظك الله، ديري بالك على نفسك يما. ها حبيبتي حمدة، روحي غرفتك وبدلي ثيابك، وانا للحين ما حاسبتك على سالفة امس. سموحة يبا، المسامح كريم. يبا الله يخليك، خلها تروح معنا المدرسة وأنا بكون معاها بالروحة وبالردها. أنا كلمتي ما تنعاد، روحي حجرتك وسالفة المدرسة هذه شيليها من راسك، خير شر. يبا الله يخليك خلها. إيه؟ أنتي ما أنت أحسن منها، إن زودتيها ما تروحين المدرسة بعد مثلها بتصيرين. إن شاء الله إن شاء الله كلامك نأخذها على العين والراس. يلا حصة، يا حصة ايش فيك انت صبخة ما تسمعين؟ انا حاجي طوفة. نعم يبا. تعالي يا بيج. ليش ما رحت المدرسة؟ ما ابي اروح، لان ابوي يخلينا نروح ثنتين مع بعض. يقول لك النار تاكلك معاها وما راح تروحين. هذا مو حل. ما يطاوعني قلبي اروح المدرسة واخليك بالبيت بروحك بين اربع طواف. ما عليه، انحرم بروحي ولا نحرم اثنيننا. يعني وقفتك البارحة احسن مني؟ انا وايد متضايقة. الله يخليك، لا تزعلين مني. أنا وايد أحبك. أدري، قالت لي حصة عنك. أول ما انولدت قطيتي نفسك بالقبر عشاني. أبوي كان هايج علي. أنتي ضحيتي بنفسك عشان أعيش.